سدس عشر نهائي كأس العرش، النتيجة متعادلة الآن، خطيرة. قديوي وسجل هدف، قديوي وسجل هدف، 4-3. مباراة مجنونة، مباراة مثيرة، مباراة غريبة، مباراة يمكن أن نقول من أروع مباريات كأس العرش. كيف سنحصل على 7 أهداف إلا من خلال المجهود المتواصل، إلا من خلال العطاء المتواصل، إلا من خلال الإلحاح؟ قديوي يتمكن من المرور داخل منطقة العمليات ويسجل الهدف رقم 4، وبالتالي 4-3 هي النتيجة، 4-3 هي النتيجة المسجلة حتى الآن. شوف المرور، شوف الدخول، شوف التصويب،